احنا اللي محتاجينه دلوقتي خلصنا كل العمليات الأساسية على الأورينت داتابيز، فمحتاجين إن احنا يعني نجمع بس الشغل بتاعنا كله في فايل واحد. يعني أنا هعمل كده وهعمل فايل سميه أورينت، مش خشوه للأورينت دي بي امبلي مثلا، فاضي خالص مش عايز منك عايزين اي شيء اصلا، كله هيبتدي من جديد. احنا هناخد كام ليست ونرتب الحاجه بتاعتنا. طيب كويس جدا. طبعا هو امبورت ريكوست اكيد، وطبعا امبورت ريكوست او فروم ريكوست دوت اوث. في الامبورت ال HTTP بيز الاوث تمام ده اساسي، وابدا بقى عمليه الكلاس الجديد بتاعي. كلاس اسميه امبلي، ده الكلاس بتاعي خلاص اللي هجمع فيه الشغل بتاعي. الكلاس اللي هتلاقيه هبدا اول حاجه بالانيشيشن او بالكونستراكت زي ما احنا بنسمي، هدف الاندرسكور اندرسكور شيت تمام وسيف. حلو جدا. كل اللي هنعرفه هو الانيشيشن، بس هعرف حاجه اللي هي بنسميها الاند بوينت بتاعتنا. انا هثبت الاند بوينت الرئيسيه اللي هي الاند بوينت بتاعت الكوماند، بتاعت الكوماند بتاعتي احنا كنا عاملينها قبل كده اهي. بالنسبه لي اليو ار ال بتاع الكوماند على اس كيو ال ده الرئيسي، وبعد كده لو احنا عايزين نغير حاجه نكتبها مكانها يعني. فادي الاورينت امبلي. حلو ده. نوع الفانكشن تانية، الفانكشن دي مهمه شويه. نعمل بدل ما كنت موجوده في كل حته ليه بتاعت الاوثنتيكيشن اللي هي اليوزر نيم والباسورد، بعد كده هعمل لها حاجه لوحديها خاصه بيها، فاقول له اوث فانكشن اسمها اوث مثلا. طبعا اول حاجه تكون سيلف، بعد كده يبعت لي يوزر نيم ويبعت لي باسورد، فقلت له ادي يوزر والديفولت بتاعه روت، لو عايز اغيره غيره مش عايز اغيره خلاص. وباسورد الديفولت بتاعه بس بلاش كلمه باس عشان باود، عشان هنا عندنا باس دي ليها معنى في البايثون تمام. هتريتيرن ايه سيادتك؟ قلت له والله هتريتيرن، مش كنا بنيجي نعمل اتش تي تي بي بيزك اوث وكنا بنبعت اليوزر نيم والباسورد؟ اهم ادي اليوزر نيم وادي الباسورد بس، بحيث ان الفانكشنز اللي موجوده الكتير اللي احنا كنا عاملينها كلها خلاص بتنقل على الفانكشن اوز دي وخلاص. بدل ما كل مره اليوزر نيم مكتوب في 100 حته، ولو اتغير الباسورد ولا حاجه بعد الشهر هعدي على كل ده اغير، مش منطقي تمام. ولذلك عملناها فانكشن، وفانكشن كمان ممكن نبعت لها البارام بتاعتها من اي حته، نقول له لو انت عايز توثنتيكيت يبعت اليوزر نيم والباسورد ويخش. ممكن نعملها حتى ان هو لازم يبعت يوزر نيم باسورد عشان يخش على الداتابيز مباشره منه بنفسه يعني. وابدا بقى الفانكشنز بتاعتي تيجي بالتدريج اللي هم الاساسيين بتوعي كلهم. يعني مثلا ايه؟ نجيبه طبعا من اللي احنا كتبناه، مش هنكتب من اول وجديد. مش عايز كل الكلام ده، انا عايز من اول مثلا ايه؟ الاد ماشي. ما احنا عارفين طبعا احنا برضو بنفصل ما بين الكول وما بين الايه؟ وما بين العمليه، فالعمليات بتتم جوه الكلاس. الكول دي اي في اي عادة حاجه عليها. انا هاخد الاد دي، ادي فانكشن اسمها اد امبلي، اخدت منها كابل وقلت له تعالى مني انا عايز اقفل بقى الحاجات كتير قوي مفتحه دي، ايوه انا عايز بس الاثنين دول. قلت له هنعمل فانكشن بتاعه بيست على طول، بس طبعا ما انساش ان انا ازود هنا السيلف اساسي تمام. ايه تاني هنغيره؟ قلت له بقى ايه اليو ار ال ده مش هنثبته بقى، هو طبعا هنا اليو ار ال ده هسيبه، لان كنا في اول مره اد كنا شغالين على الدوكيمنت ودي ميلاد، ما كناش شغالين على الكومنت اللي هو كوماند ايه، فانا هزيد ده زي ما هو. طب الاوث هنلعب الفانكشن بتاعتي بقى، هنادي على الفانكشن اسمها اوث ايه
فانا اقول له اوز وافتح كوز. طبعا ممكن ابعت يوزر نيم بس انا مش هقعد طبعا. انا طبعا بس ايه طبعا هدع عليها قيمه سيلف دوت اوز عشان هو هنا الفانكشن دي وكده مع اليوزر والباسورد بتاعه والدنيا تمام. والجيسون داتا زي ما هي ولو كده هاي البرنت اللي هي خليها برنت زي ما كانت ماشيه عشان مش هرجع اعدلها. وخلصنا من الاله. طيب دي الاله جيت امبليز دي بتجيب ايه؟ دي بتجيب الكل دي جيت اول امبليز ده ماشي. وروح نحطها هناك في الفانكشن في كاش مبقاش بس ايه طويل على الفاضي كده قدام عينينا. دي فانكشن تانية دخلها كده بالامبلمنتيشن عشان تبقى جوه الكلاس بتاعي واعمل لها سيلف تمام. العنوان قلت له العنوان هينادي على كلمه اند بوينت هينادي عليها ازاي سيلف دوت اند بوينت خلاص. والفانكشن بتاعت اوز خلاص هينادي على الفانكشن بتاعت اوز هينادي على سيلف دوت اوز من غير ما نحدد حاجه وخلاص كده بقى كله ثابت الكوماند هنا بس ودي. جيت امبليز حلو جدا. تعالى اللي بعده في هنا ايه يا عمي انا جيت امبليز بقى دي اللي هي فن دي يعني اللي هي واحد ماشي هات اللي هي واحد دي ونطلع على الاورينت عشان دي برضه محتاجينها بس اديها سيلف جوه الجلاس كاتبينها على اند بوينت اللي هي اصلا اوتوماتيك بس اقول له خليها سيلف دوت اند بوينت والاوز كل اوز خلينا على سيلف دوت اوز لو بتاعنا البعض مش عارف ايه ده كل حاجه معايا مش عارف تمام هنغير بس على الاوز والاند بوينت بس بتاعت بس كده احنا ايه عملنا اللي هي جيت انتلي وان انتلي في بقى سيرش وان انتلي مش عايز اقول ولا ممكن ده هو ممكن ده انا مش فاهم خليها موجود ممكن تيست سيرش فور امبليز اديها بس سيلف سيلف دوت اوز الفانكشن اللي عملناها ده الدنيا كمان دي طب نسعيد كانت ايه كانت ديليت صحيح هذه الديليت دي مش عارف بقى غيرت هنا ولا لعبت في حاجه الله اعلم هنشوف عمليه تيست كل اللي احنا بنعمله هنا هقول له سيلف اند بوينت اون سيلف the point self what you handle it on the other فكده جمعنا كل العمليات اللي احنا عايزين ان شاء الله ننفذها على الداتابيس يعني كده تبقى لنا ان احنا نعمل ايه بعد انت نشتغل على على الفايل بقى اللي هينادى على الكلام ده. على الكلام ده انا هديك ريسيف وقال له ده اكزامبل. عايز نرجع على الاورينت التجهيز اللي احنا عملناه يعني هقول له فروم الفايل اللي احنا سميناه اورينت التجهيز اي بي عايز الانبوت بس
اللي هو الـ A3 الكلاس اللي اسمه A3 تمام؟ وخلاص على كده. طبعا لا هعمل منه اوبجكت، اعمل منه اوبجكت يعني هقول ان او ان اندرسكور اوبجكت كده اسمه دي اسم الاسم ده انا عندي انكلي كتير يعني عندي كذا انكلي هخليها كده انكلي ده الاوبجكت بتاع الكلاس اللي اسمه انكلي ده تمام بس كده عشان ما كانش بيستخدم الاوبجكت بقى انكلي وعايز اجي بقى كل الكود بقى كل واحد حاجه كان بتاعت الكود اقول له نرجع من الاول لما كنا بنعمل اد اللي كانت بتعمل كول للاد دي اللي كانت بتعمل كول للاد تروح له ايوه عايزها دي تعمل كول للاد او لا طب الاد امبلي مش موجود اقول صح لازم تيجي من اوبجكت لازم انكريت اد امبلي كده تمام دي كده ايه كول للاد طبعا هم متفرقين لنا يعني فانكشن متفرقه كنا ممكن نحطهم جوه كلاس برضه مش مشكله يعني بس هي كده كده اصلا يعني ايه دي فانكشن زي الكود يعني مش المهم الكلاس اللي بيعمل عمليه التسجيل بس ادي لايك مش كده يعني كل مره كده موجود في الفانكشنز الثانيه وانت برضه قلنا تظبط يعني عندي كل اد كان فين كل اد ادي كل اد بعد كده عندنا بقى الايه الكول جيت امس جيت امس امبليز دي كانت بتجيب كله ودي بتطبع مش عارف اعمل ايه عامله ده ونظبط الاخر عندي البند ليه؟ احنا بنرتب بس هنا اشتغلنا اهو ماشي عن كود جيت امس وهنا بقى بدل ما نلعب فانكشن الفانكشن بتجي من الاوبن كلاس خلاص احنا ظبطنا كله جوه كلاس بس تمام 96 بيقول لي اللي هي جيت امبلي برضه ليها الجيت بتاعتها دي هنا على يعني على ران امبلي يعني المهم خليها بس من الـ A3 وفي الـ A3 في حاجة ممكن تخسرها اللي ريفاكتور انا وريتكم قبل كده في ريفاكتور بقى وتجميع الكود اللي هو شبه بعضه زي اللي لخصه والكلام ده وده حاجه مهمه على فكره ازاي انا بجمع بس ما تكونش كده ببساطه يعني طيب احنا جيت امبليز وجيت امبلي وعندي سيرش سيرش انا استخدم ده يبقى هنرجع على ايه كول السيرش وبرضه عندي هنا الفانكشن تبع بتتعمل بتتعمل من الاوبن السيرش البرنت دي احنا ما استخدمناها استخدمناها بعد ما ناخدها طب استخدمناها فانكشن طالعه اللي هي بتاعت الطباعه الفانكشن بس نحط عليها كلمه ما كانش بتطلع لها فانكشن احسن تاخد بتاخد وبتطبع بس طيب دي البرنت البيت اللي كانت موجوده البرنت اللي موجوده البيبي البريد اخذناها الكود بريد الكود بريد بجيبها من ايه؟ الكلاس بتاعنا ماشي تبقى لي الابديت بس احنا خدنا الابديت كان نجيب لي الكود بتاعتها الابديت امبلي فانكشن هنا على الكود كلاس
الفانكشن اللي في الجيت الثانيه اللي بتابديت فيها هي كده. كده عملنا ايه؟ جبنا الفانكشنز الاساسيه بتاعتنا وحطيناها زي ما كانت في الاصل بس كده. لا كنا بنعمل فانكشنز كده بس بسيطه اللي هي مساعده وقت الدخول. يعني لو تفتكروا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل فانكشن من ديفاين فانكشن كده اسميها امبلي منيو. وكنا رد البعض شويه حاجات كده يعملها يعني فاهم كده من فوق كده عشان كانوا بالبسيط ده. وهنا اهو كنا بنقول له اورينت ده اللوز ممكن اقول له برنت واحد معناها مثلا كريت ايه صح مثلا ايه أربعة مثلا إيه يبقى بايند فيرسس بايند والاي دي خمسة مثلا داخل السيرش مثلا طبعا اليوزر بيختار اختيار منهم يعني بيختار يا واحد يا اثنين الى اخره صح؟ ودي هتبقى انبوت اقول له انتر ايه او تشوز اوبشن وهو يبقى اللي هو الرقم اللي هو عايزه وانا بس الفانكشن هترتيرن ليا الايه الرقم اللي اختاره المنيو المنيو بتعرض له القيم وتقول له اختار وترجع لك اللي اختاره اليوزر بس خلاص هي بترجعك يا واحد يا اثنين يا ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه وانت بتشتغل على الباقي. بتشتغل على الباقي اللي هي ايه بقى الفانكشن كنا عملنا فانكشن سميناها سيلكت اوبشن ودي بتاخد الاوبشن يعني بعتها قيمه واحد يا اثنين يا ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه وبناء عليها اقول له اف ان الاوبشن اللي جاي لك لو كان واحد يعني معناها ان اليوزر اختار اول اختيار اللي هو الاضافه صح؟ وبالتالي هنرجع على كود ايه؟ اد لان دي بتاعت الاضافه صح؟ بعد ما نرجع على كود اد هنرجع على فانكشن ثانيه عشان يعني يرجع ثاني يختار من المنيو هنعملها كمان شويه اسمها ران سيلكشن ران سيلكشن لسه ما عملناهاش ليها وريتكم كمان شويه ران سيلكشن طيب يبقى هنرجع ليه ران سيلكشن عشان يعيد ثاني يقول له طب انت عايز تضيف ثاني بعد ما يضيف خلاص هو دلوقتي هنرجع على كود اد وهيعمل اضافه فرانس سيليكشن تقول له بقى ها تحب تضيف ولا تعدل ولا تحب طب محتاج وتبدا ايه تطلب منه من كلمه من الاول وجديد يعني تمام دي الفكره بتاعتها بس انس اف لو الاوبشن اللي جاي كان رقم اثنين اعمل كود رقم اثنين كانت ايديت هنرجع على كل ابديت امبلي تمام وبعدين هنرجع على ران سيلكشن الفانكشن بتاعتنا اللي هي لسه ما عملناهاش طب ما نعملها كده حتى لو فاضي دلوقتي كده عشان بس ما تقعدش شغلانه اف واقول له ران سيلكشن مش كده نظبطها دلوقتي تمام انا دلوقتي ايه واخد مني كده كابل واقول له بقى لو ثلاثه
كانت الديليت الثلاثة دي ديليت، فانا اقول له كل ايه؟ كل ديليت امتى؟ لو اربعة مش فاكر اربعة كانت ايه؟ اربعة كانت فايند يا جيت ايه 1 ب كود كود عندي جيت اكس شوش تو ام جيت اكس زي شو عندي جيت اكس زي عندي ديليت ديليت سكافل برنت امس سيرش دي بتعمل سيرش عادي جيت امبلي دي اللي بتاخد دي 1 امبلي كول جيت كول كول ناقصه ايه اللي عشان كده كول جيت امبلي جيت امبلي ناقصه كول جيت امبلي اربعه خمسة سيرش صح اربعه اهي واحد خمسة سيرش ندخل خمسة هنلعب فانكشن اسمها سيرش كود امبليت ندخل ستة وعايز يعرف الكود كود كان اسمها جيت امس تقريبا جيت امس ندخل سبعة مش هتبقى ستة طبعا بالنسبة لي سبعة مش هعمل حاجة لأنه معناه إنه خرج فمش هنرجع على شيء ولا هعمل شيء خالص يعني اما بقى اللي هي الفانكشن اسمها سيليكشن هي اخر فانكشن عندنا ودي بسيطه جدا يعني مش اي حاجه غير ان انت اوبشن حلو ونرجع على الفانكشن الاولانيه اللي هي المنيو ونرجع على الفانكشن الايه اللي هي المنيو بتاعتي اللي احنا امبلي منيو نحولها الرقم عشان لما تيجي توصل هنا لما نرجع 600 تبقى رقم عادي اجزر بوزيشن نحولها ايه تمام وهنادي بقى على مين على الفانكشن اللي هي سيلكت اوبشن وابعت لها كلمه بقول لها سيلكت اوبشن وابعت لها اوبشن يعني الاخر هي بتشغل مين واللي بيدخله اليوزر تبعته للسيلكشن فالسيلكشن تشتغل طب خلصنا من الاد ديليت او من الابديت او من بينادى عليها تاني اما تنادى عليها تاني تقوم مطلعه له المنيو وتاخد هو عمل ايه وتبعته تاني للسيلكت اوبشن فهكذا إذا إيه هي اللي بتخليك إيه عمال تعيد وتنادي من أول وجديد زي ما أنت إيه زي ما الجزء بيخلص وهي اللي هتبدأ فيها الشغل هتنادي على المنيو وتبدأ تشوف هتشغل إيه يعني أقول له ران سيلكشن هي بدأتها كده فلو جيت جربت كده بقى على طول قام طبيعي لي خلاص لأنه نادى على أول واحدة فقال لي كريت واحد مش عارف يعني وقال لي يلا قلت له بسم الله حط واحد 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 اربع وحايد اسمه ايه؟ فريد صابر احنا كنا حذفناه نعمل مش نحذفه نرجعه تاني وحذفه في الاخر برضه تاني طيب الوظيفه ايه؟ قلت له مثلا ايه؟ سلري اللي هو ايه طبعا بيكتب سنه شرطه يو اشهر يو تمام طبعا قال ايه ممكن يتقال سكسسفول طبعا احنا ممكن نشيل طبعا الريسبونسز اللي احنا كنا سايبينها لكن هو ضرب وطبعا ممكن نلست البيانات اللي عندنا يعني ممكن ضرب سته زي ضرب الف مبروك جميل جدا قال لي مش شايل اندبوينت فين يا عم مش شايل اندبوينت فين تمينات يا رب هل سيلف دوت اند بوينت انا مش شايفها في الجيت امبليز ماشي نرجع للاورينال داتابيس في الجيت امبليز اهي قال لي اتاكد ان هو هنا قال لي امس دي لا دي هنا في الفانكشن حته ثانيه هي كول
هو كان بناء على كول جيت امس هنا مسميه كول جيت امس ومنها اهي لا مش دي ولا دي كول جيت امس تمام كويس جدا اللي حصل قال لي انا امس امبليد وجيت امبليز كنا بنطبع امبليز بس هو امبليد وجيت امبليز يبقى راح اهي يبقى راح على السيرفر راح على الجيت امبليز اللي هي جوه الكلاس جيت امبليز دي تمام بعدين قال لي سيلف دوت اند بوينت انا مش شايف الاند بوينت يا راجل مش شايف الاند بوينت ازاي احنا مش شايف الاند بوينت الاند بوينت موجود قدامه ولا في اي اخطاء عندنا احنا قررناها كده لو في اي ايرورز ما فيهاش اي ايرورز طب سيلف دوت اند بوينت كانت مكتوبه صح مكتوبه صح كل حاجه تمام طب احنا نرجع على جد الجلسه انتهت على الاورينت داتا بيس مثلا يا دكتور انا سامع حاجه وصوت صعب قوي قلت ايه الجلسه تكون انتهت على اللي احنا السيشن احنا فتحنا على الاورينت داتا بيس كانت ممكن تكون انتهت عشان كده مش قاري الداتا بيس احنا لسه ضايفين ضفنا ولا تخ على طول عرضنا صح ولا ايه ضفنا على طول وراه عملنا فده مستبعد خلينا بس نشوف هو بيقول لي الاند هو بيطلع ايرور تاني بيقول لي سيلف دوت اند بوينت انا مش شايفها اصلا قلت له ماشي براحتك واحده سيلف دوت اند بوينت لا مظبوط تمام لا مظبوط طيب نرجع نقول بسم الله تاني وخلينا ايه هي وكان هنا قلت له ممكن نعمل كده نتوسع نعمل كده بريك بوينت خلينا نشوف كده الدنيا فيها ايه ورن انا قلنا رن للاسف انا عايز مش عايز رن عايز ديبج ماشي يلا يلا قلت له حلو احنا عايزين نليست الانكريز رقم 6 قال لي حلو تعمل دي قلت له يس انا كده وستيب اوفر 8 اختبارية قال لي خلاص انا رايح لاختار رقم اللي هو كول جيت امس ماشي سيلكت اوبشن في 8 انا سيلكت اوبشن قال لي انا دلوقتي هعمل سيلكت اند بوينت قلت له ايه هي دي اللي كانت بتزعلك هو اصلا سيلكت اند بوينت هي دي اللي بتزعلك قلت له ماشي انا ستيب انتو بقى دي في 7 انا مش شايف الاند بوينت يعني الحلال ازاي مش شايف الاند بوينت انت مش جوه كلاس ولا انا يعني انت جوه كلاس مظبوط وبعدين احنا جينا عملنا اد كان مباشره طب هنا اهو سيف دوت اند بوينت اهي بصوا خلي بالكم في حاجه بسكور دي كده عملت لنا قلق هي كانت الصغننه دي بس الاندر سكور دي مش شايف فكده ما كانش شايف السيلف اند بوينت هي بس الايه الغلطه دي قلت له ماشي يعني خلينا نلف التست ونصلح كل الاخطاء اللي قابلنا يعني رن بقى عادي قلت له بقى 7 احنا بنجرب 7 ما طلعش ايرور بس ما عبرنيش يعني هو الراجل زعلان من الحاجه دي ليه يعني بس؟ طبعا عندي احنا مش عايزين 7 6 اسف 6 6 ايوه الله ينور عليك قال لي في فريق صادق لسه ضايفينه وقال لي في محمد طارق قلت له صح بعد كده جربنا كرييت وجربنا ايه ليست اتعمل فايند نجرب الفايند اللي هي رقم 4 رقمه كام قلت له 1 1 1 2 قال لي 1 1 1 2 انت دخلتها لي اللي هو محمد طارق صح سيرش احنا عندنا محمد طه وعندنا فريد صادق ماشي قلت له خلينا نجرب السيرش رقم 5
قال لي هتعمل ايه؟ قلت له اي حاجه ثم اي ار الاخر. اي حاجه تديله دي ار. قال لي ماشي، انا جبت لك فريق صابر عشان فيها اي ار مانجر ديفلوبر كله جبتهم لك. قلت له ماشي خلاص، يعني جربنا النت وجربنا السيرش وجربنا الفاين وجربنا كريت، فبدانا الايديت والديليت. تعال نجرب الايديت اللي هي رقم 2. قال لك عدل مين؟ قلت له نعدل بيانات 1 1 1 1 1 2. طيب ماشي خير، اللي عندك يا ولدي؟ قلت له دو ران سيلكشن سيلكت اوبشن ران سيلكت سيلكت اوبشن. ايه يا عم انت يا عاشق؟ المهم في الاخر امب بتساوي امبس اوف زيرو. طيب ماشي 1 1 امبس بتساوي امبس اوف زيرو. شنو عندك الامب بتساوي امس وزيرو عند الكام؟ 83 هنا. اللي خد بالكم دي كانت كل تفضيل دي كانت 2012 عندنا فيها حاجه اللي هو عامله زي كده. احنا لو تلاحظوا دي بتنادى على جيت امبلي. روح ارجع بقى جيت امبلي هنا هنا، يعني ممكن تكون ما بقتش بترجع لسه، بترجع واحد بس. ممكن لو رجعنا كده ليها بس كنترول وعليها كده، قال لي دي بترجع لك، بص خدت لكم بترجع لك ايه؟ واحد. فهو مش محتاج انك تعمل له ايه؟ اخد منه واحد، لان هي اصلا كانت بترجع لك واحد. طيب حلو ماشي. فهو بترجع لي واحد اصلها كده، فانا الامر ده بالنسبه لي ما بقتش عايزه. ايوه الاول انا مش عايزه مين؟ بترجع لي واحد بس، بترجع لي واحد بس، حتى مين مش محتاجينها ودي مش محتاجينها. فانا واحد كبير اللي بتترجم ليا انا في الاكزامبل الكامل اللي بترتب اصلا واحد. فقلت له ماشي، هتلاقي الدليل بتعمل عكسها. لازم يعني لازم نظبط واحده اللي هم الاثنين مش على نفس الاسلوب، يعني بقت فانكشن واحده في كلاس واحد. هنشوف، خلينا ما بظبطكمش، خلينا نقول لك احنا عايزين نعمل اللي هي رقم 2 موز رقم 1 1 1 4 1. امب هياخد منين يا دكتور؟ انا مش سامع كويس، انت صوتك بيبقى صعب. امب هياخد منين؟ امب كده ما تعرفش لما حضرتك عملت كومنت للسطر. ماشي. قال لي الامب بتاعك سطر كان اللي احنا سطر كنا فيه. قال لي خلاص انا كنت شغال على الامب اصلا. قلت له خلاص ماشي مش مشكله، احنا بس هنخليها امب بدل امب، خلاص احنا متاكدين ان هي امب واحد اساسا. مفيش اي مشكله، مش محتاجين نعمل امبس ومنها امب، ده عشان كانت بيرجع لي كتير وباخد منها واحد. هنا خلاص هو واحد، فمن الاول هو واحد وخلصنا كده. قلت له ماشي، هرن واروح على ايديت رقم 2 1 1 1 1. تمام. قال لي يلا اسم فريق صابر، هتغير في حاجه؟ قلت له لا. قلت له ايه ماشي؟ قلت له خليها برودكت بس 27000، اترك لك 3000 التاريخ ده اترك لي زي ما هو. رد عليا قال لي الراجل اتعدل. قلت له طب كويس، لو عايزين نتاكد طبعا عندنا ايه؟ فايند، ممكن اجرب رقم 4 1 1 1 1. فجاب لي قال لي ايه؟ غيرها برودكت وخلاها 30000. قلت له ماشي، يبقى ايه شغال؟ تعالى نديك تضرب بالعكس ونصلحها ان شاء الله. 3 لقيت تمشي وتريحت. 4 وحيد. قال لي لا. قلت له طب واحده واحده ما تزعلش. قال لي الايه؟ لا دي حته، دي حته بسيطه. قال لي ان انت بتطبع الام ب ار اي دي انا ما قدرتش اوصل للنتيجه. طيب ماشي اوكي. اوكي يعني هو بيطبع بس يعني معناه ان الداتا كيتش هي مظبوطه. بيطبع معرفش ليه دي؟ انه برضه بينادى على نفس الداتا. خلاص بس كان متخيل ان هيجي له امبس. خلاص يعني متخيل ان هو ايه؟ هيجي له موظفين، بس طبعا جيت امبليز لما ترجع لها. ونرجع لجيت امبليز. لو ايه كنا بنبعت الريزلت كامله. يعني جيت امبليز صح، نبعت الريزلت كامله. كل الاريه بتاعتها يعني. فيعتبر صح، مش جيت امبليز. جيت امبليز كنا بنبعت واحد شخصيه بيانات، هنا كنا بنبعت ايه الريزلت كامله. طيب ماشي
راح يصير اللي احنا كنا بنتكلم عليه. نرجع كده فوق، احنا كنا بنبص على ايوه دي نعمل تحليل هنا هنا مجموعة من الإنجليز بقول له الإنف يعمل لي كذا، ممكن يكون ما جابتش النتيجة الثانية، أنا أقول له بس برنت ليه وأرجع أشيلها، اطبع لي بس الإنف كده أشوفه بعد إذنك عشان أنا بس إيه أوير كده باللي أنت بتعمله. وهنقول له تاني ديليت. ايوه تعرف نجيب بقى طبعا احنا عملناها الاول احسن. خلينا نعمل طباعة قبل الحتة دي. لا ندوب حتى. هو ار اي دي ده رقم دايما يا دكتور صح؟ هو مش هو معترض على على انتجر؟ لا ده string in C's must be integer. هنا بيقول لي بس ان ايه تقريبا هي جات له مسج، فاهمني؟ جات له مسج مش جات له الداتا. طب لما جات له مسج فهو عايز يقطع منها، يعني انا المفروض دلوقتي مثلا ايه لو رجعت كده، لو رجعت للجيت امبليز بص هلاقي ايه هي تقريبا جات له كده، جات له اسف ممكن تكون جات له كده فولس او جات له هنا دي فاضيه. هنشوف لو جات له فاضي بقت ايه عباره عن علامتين فهو عايز يوصل لها. فانا قلت له بس اطبع لي بس اشوفها، انا عايز بس اشوفها الاول عشان اعرف اتعامل معاها، عشان افهمها واتعامل معاها. وارجع انا تاني اقول له ديليت. ايوه فين البرنت بتاعتنا؟ هو ليه ما بيطبعش؟ يعني معناه ان هو في حته ثانيه غير اللي احنا مركزين فيها ولا ايه؟ توتال تراما ممكن يكون في حته ثانيه غير اللي احنا مركزين فيها. هو اصلا في الملف فين؟ هو في اكزامبل 100 لاين 58. اه والله في حته ثانيه خالص لاين 58، هو تقريبا هتلاقي الحته دي متدلره معانا حته ثانيه 58. اه هي موجوده. هو بيعمل هنا واحنا عاملين نقول له يا ابني انت بتعمل ايه، بس احنا في كواليتي ثانيه يعني. طيب هو في البريد امبس ايه مبعود؟ بص هو كان جاهز ان هو يبعت له امبس موظفين تمام عشان يذبحهم يعني. ف وبالتالي احتمال يكون ما وصلوش الموظفين يعني. يعني هو احنا جينا عملنا بريد نجربها بقى.